مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. اجتماع منتظر اليوم لمجلس الأمن القومي للنظر في تطور الوضع الصحي والأمني بالبلاد المرتبط بفيروس كورونا، ووزير الداخلية يقف على مدى جاهزية الوحدة الأمنية في سوسة. ولاية سليانة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا وتزايد حالات الإصابة بالفيروس في قبلي وقفصة وجابس، وجهود مكثفة للقيام بالتحاليل اليومية لتطويق المرض والتوقي من انتشاره. تواصل العمل التطوعي لدعم جهود البلاد في مواجهة كورونا، وفي بجة مبادرة تطوعية لخياطة الكمامات والملابس الواقية لفائدة الإطار الطبي والشبه الطبي والأسلاك الأمنية. من المقرر أن يشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، وسيخصص الاجتماع حسب رئاسة الجمهورية للنظر في الوضع العام في تونس، وخاصة تطور الأوضاع الصحية والأمنية المرتبطة بجائحة كورونا وما يتطلبه من إجراءات. وكان مجلس الأمن القومي قرر في اجتماعه في 31 من مارس المنقضي، قرر تمديد فترة الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوعين إضافيين بداية من 5 أفريل الجاري. ويأتي الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن إثر لقاء رئيس الدولة أمس بمسؤولين طبيين عسكريين ومدير معهد باستور ورئيسة قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى الرابطة للاطلاع على تطور الوضع الوبائي وتقييم الوضع الصحي في البلاد. وزير الداخلية يؤكد خلال تنصيب الوالية الجديدة بمقر ولاية سوسة على ضرورة إنصاتها لمشاغل المواطن وبأهمية التواصل مع مختلف الهياكل على مشاغل المواطن التونسي. ودعا وزير الداخلية الأمنيين إلى ضرورة التأهب والاستعداد للتهديدات الإرهابية التي قد ترتفع من حين إلى آخر بحسب تعبيره. أكد وزير الداخلية هشام المشيشي خلال إشرافه على حفل تنصيب الوالية الجديدة رجاء الطرابلسي بمقر ولاية سوسة ضرورة التركيز على العمل الميداني والإنصات إلى شواغل المواطنين واستنباط الحلول المناسبة في إطار تشاركي بين السلطة الجهوية ومكونات المجتمع المدني. ذكرت بالمسؤوليات المحمولة على الوالي، وهي دونك هو الوالي يلزم يكون ان دينامو للتنمية. أكدت على السيدة الوالية وهي تعرف هذايا اللي كونه يلزمها تكون في تواصل تام مع المنظمات الوطنية، ذاك بطبيعة الحال كذلك مع السادة النواب الجهة، العمل في كنف الحياد التام. إثر ذلك توجه وزير الداخلية إلى مقر إقليم الشرطة بسوسة، حيث ثمن مجهودات الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها وعاين مدى استعدادها لضمان إجراءات الحجر الصحي ودعمها. دعوة كذلك زاد لليقظة، وإحنا نعرف اللي الأمنيين ديما على أعلى درجات التيقظ والاستعداد لتأمين العمل العادي متاعهم من مكافحة الجريمة، تأمين الفضاء العام، وكذلك التأهب والتيقظ للتهديدات الإرهابية اللي قد يرتفع المنسوب متاعها من حين لآخر. دونك الحمد لله دونك وقفت على استعداد كبير ياسر من قبل قواتنا الأمنية، وأنا نحب نشكرهم على ذلك، ونشكرهم كذلك على الروح الوطنية الكبيرة اللي تحلوا بها. كما تضمن برنامج الزيارة لولاية سوسة تفقد مساحة قوات الأمن الداخلي وثكنة فوج وحدات التدخل وغيرها من مقرات الحرس الوطني. أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة 1 اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق معتمد سيد الهاني وسيم السبيعي، وذلك من أجل السياقة دون رخصة والإضرار عمدا بملك الغير وتحريض شخص على الإدلاء بشهادة زور واستعمال خصائص الوظيفة. وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي المساوي، وأبرز المساوي في تصريح إعلامي أن المحكمة الابتدائية بسوسة قررت الإبقاء على السائق الخاص بالمعتمد بحالة سراح، وذلك بعد أن حرضه المعتمد على الإدلاء بشهادة زور وفق تأكيده. يذكر أن معتمد سيد الهاني كان قد تسبب الأسبوع الماضي في أضرار بالسيارة الإدارية الموضوعة على ذمته عمدا، حيث تعمد سياقتها والاصطدام بمنشأة مالية وهو لا يمتلك رخصة سياقة. وحدات الحرس البحري بالجنوب تدعم منظومتها الحدودية، وبالاشتراك مع وحدات الجيش والديوانة تكثف دورياتها الرقابية لتأمين الشريط الساحلي برا وبحرا.
في جزيرة جربة ومع تواصل غلق منافذها البرية والبحرية أمام المغادرين والقادمين إليها باستثناء الحالات الخاصة المعلنة، عززت وحدات الحرس البحري دورياتها ومراقبتها المكثفة على طول السواحل والشواطئ بالجزيرة منعا لأي تسلل نحوها أو مغادرة عبر قوارب الصيد البحرية. وتنشيط شبكة المرشدين على مستوى كامل الجزيرة مرجع النظر، وتكثيف متى الحملات المبرمجة والحملات الاستثنائية لإحكام السيطرة على كامل الشريط الساحلي، حتى جميع الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها من شرطة وحرس بحكم التنسيق المباشر معها أو عن طريق قاعة العمل المركزية لم تسجل هي الأخرى هذا النوع من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الـ الوضعيات المشابهة لهذا ذاك. أحزمة مراقبة متعددة ميدانية تشمل تفتيش وتفقد مراكب الصيد البحرية المسموح لها بالاشتغال، إلى جانب تركيز دوريات ميكانيكية وراجلة قارة ومتنقلة على الخط الرملي انطلاقا من أجيم إلى أغيرة. منظومة متاع مراقبة إلكترونية كما تعرفوا لنا في جربة عنا دو ستاسيون رادار، واحد في ناظور تيقرميس والآخر في برج الليش، هذوما يوميا يقوموا بمراقبة جميع الأجرام البحرية، وإذا كان اشتبهنا في جرم بحري مغادر الجزيرة أو داخل الجزيرة فنوجهوا له الدوريات هذه البحرية كما كنتم معنا أبور تشوفوا فيهم، ويتم اعتراض الأجرام هذه والتثبت فيها وتفتيشهم واتخاذ الإجراءات القانونية في صورة معناتها لقينا إخلال في الموضوع هذا. تسيير وتركيز كمين على طول الشريط الساحلي خاصة في الأماكن السوداء أو النقاط الحساسة. اللي عنده أي معلومة مؤكدة ولا رسمية قابلة للاستغلال احنا موجودين على ذمة على مدار الساعة عن الرقم الأخضر 194. ودات تصل الليل بالنهار مكنت من تسجيل عديد الإيقافات وتحرير عديد المحاضر المخالفة من قبل مراكب الصيد أو العازمين للمغادرة. الإدارة الجهوية للصحة بسليانة تؤكد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الولاية، وقد تم إخضاع 70 شخصاً كانت لهم علاقة مباشرة بالمصاب إلى التحاليل، فيما سيتم إخضاع عدد آخر من الأشخاص إلى إجراء التحاليل في وقت لاحق. أثبتت التحاليل المجرى أمس على شاب أصيل مدينة جعفور وقادم من العاصمة حمله لفيروس كورونا، لتسجل بذلك ولاية سليانة أولى الإصابات بهذا الفيروس. ما التنسيق مع وزارة الصحة في شأن الحالة المؤكدة، ثم مع الجهة اللي سوف تحتضن العناية به من الناحية الصحية وغيرها، وتم إيواءه وهو في حالة صحية إلى حد الآن جيدة. الإدارة الجهوية للصحة أكدت رفع 70 عينة يوم أمس تخص عددا من الأشخاص الذين كانوا في علاقة مباشرة مع المصاب الذي لم تظهر عليه أي أعراض. اليوم تنقل فريق كامل من الإدارة الجهوية للصحة ومن المستشفى الجهوي بسليانة إلى معتمدية جعفور لمعاضدة مجهودات المستشفى المحلي بجعفور وكل مكونات اللجنة المحلية مجاورة الكوارث للقيام بالتحاليل لكل من ثبتت له علاقة بالحالة المؤكدة. من جهة أخرى حصلت الجهات المعنية حوالي 80 شخصا سيتم إخضاعهم للتحاليل اللازمة والحجر الصحي، بما يرفع عدد الحالات الخاضعة للتحاليل إلى 150 حالة. مع تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بولاية سليانة، مخاوف من تفشي العدوى خاصة مع عدم ظهور أي أعراض على المصاب. الوضع الوبائي يأخذ منحا تصاعديا في ولاية قفصة. اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا تطالب الجهات المعنية بتركيز مخبر للتحاليل في أقرب الآجال. 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلتها ولاية قفصة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الإصابات إلى 32 حالة. وضع وبائي تصاعدي دعا اللجنة الجهوية لجبهة فيروس كورونا للمطالبة بتركيز مخبر لتحليل العينات المشتبه بإصابتها بالكوفيد-19.
لما عدت 9 حالات إيجابية، تم حصر المخالطين للأشخاص المصابين ووضع 75 شخص قيد الحجر الصحي الإجباري لحين صدور نتائج التحاليل والعينات التي تم رفعها وإتمام مدة العزل الذاتي المقدرة ب 14 يوم. تركيز مخبر مختص في تحاليل عينات الكورونا مطلب نادت به أيضا عديد المنظمات الوطنية بالجهة للتقليل من مدة انتظار النتائج. مخبر خاص بالتحاليل الفيروسية الخاصة بالوباء هذا، خاصة أن المرض بدأ يتوسع وشمل العديد من المعتمديات في الجهة وبدأت الأعداد المصابين تزداد شيئا فشيئا. عندنا تجهيز الأقسام المعدة لعلاج كورونا راهي ناقصة برشا، ولا بد من تدارك هذا الوضع. تركيز في الأيام القليلة القادمة معناها مخبر اللي يكون معناها يلبي حاجيات الجهة واللي ملا حتى الجنوب الغربي. تعرف احنا سرعة التحاليل اللي تعطينا إضافة على مستوى التدخل بالنسبة احنا على مستوى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، كل ما تكون التحاليل معنا قريبة كل ما كل احنا معناها اللي التصرف نتاعنا ولا الرياكسو نتاعنا تكون معناها بالسرعة المطلوبة وبالنجاة المطلوبة، ونحاول تحصر المناطق المرض في مناطق باش ما ينتشرش المناطق الأخرى. عدد كبير من المواطنين بولاية قفصة انخرطوا أيضا في حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتسريع بأحدث مخبر لتحليل عينات المشتبه بإصابتها توقيا من مزيد تطور الوضع الوبائي بمختلف مناطق الولاية. وفي قبلي أكد المدير الجهوي للصحة جوهر المكني أن النتائج 57 تحليلا وردت مساء أمس الخميس على الإدارة الجهوية تضمنت 5 عينات إيجابية، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالولاية إلى 59. في ولاية قبلي ولأول مرة تسجل إصابة بفيروس كورونا خارج مدينتي القلعة ودوز من الإطار الشبه الطبي، وضع أثار احتجاج أهالي القلعة مطالبين بالتدخل العاجل لتطويق وانتشار هذا الفيروس. بالنسبة لزوز زميلات واللي هما يخدموا في سيركوي كوفيد في المستشفى الجهوي قبلي في إطار المراقبة اللي نعملوها للأعوان الصحة اللي يخدموا في السيركوي هذوما، تم تسجيل أمس إصابة نتاعهم في المستشفى الجهوي قبلي. تم إيواء إلى حد الآن 5 مرضى كوفيد بليز. بالنسبة للإصابات تقريبا قاعدة كلها متسلسلة في نفس العائلة ولا اللي عندهم علاقة بالعائلة هذه، إذا حد الآن ما تجاوزناش المسألة معناتها. لكن التكثيف من التحاليل هو نظرا لوجود بعض الشباب تعرفوا وقت الدقلة وقت الذكار الناس هذه تنجم تتنقل وتخدم وتنجم تصير إصابة، وهنا الشاب ينجم يروح به لعائلته، وهذا الخوف الكبير. الناس محتجة على عدم ملا التحاليل ماهيش قاعدة تمشي بالشكل اللي نحبوه احنا، مطالبنا هي واضحة وصريحة جدا، قلناها عندنا فترة تكثيف التحاليل إلى أقصى حد ثم تعميمها مع التمسك بمطلب مخبر في ولاية قبلي. السلطة الجهوية بدورها اتخذت عديد الإجراءات ومنها خاصة مزيد الترفيع في عدد أخذ عينات التحاليل، كما تم تجهيز فريق طبي وتدريبه على أخذ عينات قد تصل إلى 100 تحليل يوميا. يعني تكثيف التحاليل يعني رفع العينات من قبل الإطار الطبي المكلف بالرفع يعني أقل ما يمكن 100 حالة يوميا على مستوى منطقة القلعة. 2، التنسيق مع وزارة الصحة وكذلك معهد باستور في قبول العينات التي يتم رفعها يوميا. تركيز مخبر تحاليل طبية. لو توفرت التحاليل اللازمة وإرادة المواطن في مدينة القلعة وفي معتمدية دوز بالالتزام بالحجر الصحي، إن شاء الله سنصل في خلال 15 يوم أن نسيطر على الوضع. يعني المطلوب هو الحجر الصحي معناتها ناخذوه بكل جدية. مدينة القلعة والتي فاق فيها معدل انتشار فيروس كورونا 3 أضعاف المعدل الوطني والذي يبلغ 6% تقريبا، تتطلب تدخلا عاجلا لتطويق هذه الأزمة والحد من خطورتها في أقرب الأجال.
أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي اليوم باستقرار عدد الإصابات المسجلة في جهة صفاقس في مستوى 31 إصابة بما فيها الحالات الخمس التي شفيت تماما من المرض وخمس وفيات. فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ولاية جابس ليصل إلى 19 إصابة منها ثلاث إصابات تعافت بشكل تام من هذا الفيروس. المدير الجهوي للصحة بنابل أكد من جهته أن الحالة الوبائية مستقرة باعتبار أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة منذ 2 أفريل الجاري. كما أكد المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي أن إجمالي الإصابات في الولاية 68 حالة مؤكدة بإضافة 5 حالات جديدة، وبلغ مجموع المصابين بالكوفيد 19 الذين استقبلهم مركز المنستير المخصص لإيواء المصابين بفيروس كورونا إلى غاية اليوم 182 مصابا، تمثل 10 منهم للشفاء حسب المدير الجهوي للصحة. من جهة أخرى، نفى مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية سمير لحول أن تكون الجهة سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصف الحالة الوبائية بالمهدية بالمستقرة لليوم 5 على التوالي. ممر خاص بتعقيم زوار المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير من إنجاز طلبة المدرسة العليا الخاصة للمهندسين، بادرة تطوعية تعكس مدى أهمية تطبيق المناهج العلمية في مثل هذه الظروف. هو ممر لتعقيم المرضى وزوار المستشفى وقع تركيزه بوحدة الفرز كوفيد 19 من إنجاز طلبة المدرسة العليا الخاصة للمهندسين، وقع تركيزه بمدخل العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. نظرا للظرف الحالي اللي نعيشه فيه في البلاد، حبينا نعملوا مبادرة ونصنعوا ممر التعقيم حرصا منا على سلامة الذات البشرية والإطار الطبي. قلنا علاش لا، طلبة متاع المدرسة العليا الخاصة المهندسين هما اللي يصنعوا الآلة هذه ويطبقوا اللي قراوها ويكونوا تحت إشراف الأساتذة. كل ما يمر الشخص بالممر يقع يعني تصير الديتكسيون نتاعو او تقع رؤيته، وهو مش يعطي السينيال او الامر للالكتروفان هذه باش تحل على لي بلفيريزاتور هذوما اللي يضخوا البرودوي هذا المطهر او المعقم. التجربه هذه كانت ياسر مفيده ليا، تعلمت اني نطبق الحاجات اللي تعلمتهم في المدرسه نتاعي وساهمت نعمل حاجه تفيد بها الناس. جهاز للتعقيم استحسنه الإطار الطبي وشبه الطبي كما استحسنه المواطنون. الفعالية متاع الجهاز هذايا هو الحد أكثر منها تعقيم، الحد بانتشار العدوى، معناتها وسيلة من الوسائل اللي تعاون في الوقاية من المرض. معناتها نقص أكثر من الجراثيم وكل شيء، وكل سواء المرضى ولا حتى اللي نحن معناتها. أني عجبتني الفكرة وخاصة كتكون شبابية، معناها يلزمنا الناس الكل تتعاون مع بعضنا، كل واحد من إمكانياته يعاون شوي. في تونس ثم الواعي وثم المش واعي، نجم هذه أسهل تخليه أسهل يعمل الحكاية هذه وتحمي المرضى وتحمي الطب وتعمل كله. الحاجة أم الاختراع، شعار يعكس تعدد مبادرات الشباب هذه الأيام، مبادرات وإن تعددت يبقى هدفها واحد. المبادرات التطوعية لخياطة الكمامات والملابس الواقية لفائدة الإطار الطبي والشبه الطبي والأسلاك الأمنية تتواصل. غازي وسامي المرواني من معتمدية قبلاط بولاية باجة حول ورشتيهما إلى مركزين لصنع الكمامات والملابس الطبية بطاقة إنتاج يومية تقدر قرابة 1000 قطعة. غازي وسامي المرواني من أصحاب الشهادات العليا في اختصاص الملابس الجاهزة التقليدية الرفيعة، حول كل منهما مشغله الخاص بمعتمدية قبلاط بولاية باجة إلى خلية نحل تعمل ليل نهار لخياطة كمية من الكمامات والبدلات الواقية تستجيب للمعايير الصحية مجانا لفائدة الإطار الطبي والشبه الطبي والأسلاك الأمنية بالجهة. قاعدين نخدموا بريسك 24/24، معناها نخدموا معناها
مش نجموا نلبوا الطلبات معناها نتاع المستشفيات نتاعنا نتاع الادارات نتاعنا للحمايه المدنيه للامن الجيش وقاعدين نساهموا معناها مساهمه بسيطه. التنسيق مع المندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه والسياحه هيك نجمنا نتصرفوا في ماتير احنا ننجو بين 800 و 1000 نهار. كمان في الجمعه نعمل 6000 5000. حركة تطوعية تجند من أجلها منذ مدة رغم الصعوبات على غرار نقص الأقمشة، الأمر الذي سارعت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بباجة بتوفيره لهما لمواصلة العمل في ظروف ملائمة. ثم نقص كبير في الكمامات وبادرة يعني باتصالنا برجل أعمال أصيل الجهة مكننا من قماش يعني مطابق للمواصفات مديناه للمجلس الجهوي والمجلس الجهوي يعني اختار حرفيين متحصلين على قرض يعني تمويل مؤسسات. ولباجة ثمن من جانبه هذه المبادرة التطوعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالجهة. بناء على توفر معناها القماش لدى الولاية اللي جانا معناها كإعانة من بعض اللقيان من الولاية شفنا في إطار تجهيز معناها اعطيناهم معناها إذن طلب أثمان الحقيقة لقيناها اللي هي منطقية ومعقولة واعطيناهم معناها القماش هذا باش يخيطونا الكمامات هذوما. بطاقة إنتاجية يومية تناهز 1000 كمامة طبية بالنسبة للحرف الأول و3500 كمامة و150 بدلة واقية بالنسبة للحرف الثاني. من المنتظر أن تساهم هذه المبادرة التضامنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي لولاية باجة من هذه المستلزمات الصحية الضرورية. نبقى في باجة حيث تمكنت فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بباجة بالتنسيق مع النيابة العمومية تمكنت من حجز نحو 10 أطنان من مادتي السميد والفارينة في مخزن للمواد الأساسية بمنطقة المعقولة من معتمدية باجة الجنوبية. الحرس الوطني معناها ساعي كعادته للضرب بقوة على أيدي المحتكرين خاصة في الفترة هذه معناها الحساسة التي تمر بها البلاد التونسية. وتمت مداهمة المخزن هذا، تم تعزيزنا بدورية من فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بباجة، أين تم العثور معناها الكمية اللي كنتوا تشوفوا فيها اللي تتجاوز 10 أطنان من المواد المذكورة. 5000 دينار قدرت بحوالي 5000 دينار و495 دينار معناها. بطبيعة تم التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه. تختلف أعمال التطوع في جزيرة جربة، وفي هذا الروبورتاج نسلط الضوء على متطوع سخر وقته وجهده لتنبيه الأفراد وتذكيرهم بضرورة الالتزام بالحجر الصحي وبتوقيت حظر التجول. يحمل مكبر صوته ويجوب شوارع معتمدية ميدون على امتداد اليوم دون كلل أو ملل. هو عم اسكندر، هذا الرجل ذو 60 عاما تطوع ليقوم بتوعية المواطنين وحثهم للالتزام ببيوتهم منذ انطلاق إعلان قرار الحجر الصحي. نبدأ من 7:30 نظم صفوف في ميدون تاع البوسطة تاع الكاسوسيال هذا ونخدم على الهلال الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر وجمعيات كما جمعية تونس الخير جمعية الرحمة في الماء عشية نعمل حجر صحي بالسيارة تاع مفتن البلدية سيد رئيس البلدية موفر هنا نعمل حجر صحي على الحوم تاع ميدون كل نسكروا الحوانت خاطر المشكلة في جربة اللي الحوانت يقعدوا مؤخر محلولين اللي تعرضك يقول لك كنت في الحانوت ولا ماشي الحانوت نسكرنا الحوانت مع ثم عباد. هذا الرجل رأى أن عمله الذي يقوم به هو من أجل بلده فهي تستحق وقوف الجميع يدا واحدة للخروج من هذه الأزمة الوبائية التي تعيشها تونس كسائر دول العالم. لازمنا نخدموا لازمنا نوقفوا البلاد ما تجاوب. أنا بالنسبة لي ما لقيت حتى مشكلة مع بشر حتى الحوانت نسكروا فيهم العشية التزموا بالوقت يقول الستة قلت لهم لا القانون الأربعة يوميا دون ملل خاطر الخدمة هذه اللي التزم في خلية راه مش جاي يلعب راه هذا مصير تاع بلاد مصير تاع أرواح تاع ناس. عم اسكندر هو نموذج من عديد المتطوعين الذين سخروا وقتهم لخدمة الآخرين ومكونات للمجتمع المدني عضدت مجهودات الدولة لحماية المواطنين
مواطنون أصبحوا مسؤولين لوحدهم عن سلامة حياتهم إذا ما طبقوا فعلا إجراءات الدولة في الوقاية من هذا الفيروس. خويا شد دارك واحمي صغارك. هكذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بالعناوين. اجتماع منتظر اليوم لمجلس الأمن القومي للنظر في تطور الوضع الصحي والأمني بالبلاد المرتبط بفيروس كورونا، ووزير الداخلية يقف على مدى جاهزية الوحدة الأمنية في سوسة. ولاية سليانة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا، وتزايد حالات الإصابة بالفيروس في قبلي وقفصة وقابس، وجهود مكثفة للقيام بالتحاليل اليومية لتطويق المرض والتوقي من انتشاره. تواصل العمل التطوعي لدعم جهود البلاد في مواجهة كورونا، وفي باجة مبادرة لخياطة الكمامات والملابس الواقية لفائدة الإطار الطبي والشبه الطبي والأسلاك الأمنية. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.